مرحبا بكم جميعا في هذا الحفل الذي ينظمه بنك مسقط بمناسبة الذكرى 35. بدايتي كانت مع بنك مسقط لما تخرجت من الجامعة، في انضميت لبنك في 1987. كانت البداية كوظيفة صغرى وهي محاسب في الزمن اللي احنا كنا فيه، انه ما كان فيه كمبيوترات ابدا، يعني كلها تدار بالقلم والدفتر. صبيان يا كبار الشيم ملك بنك مسقط استطاع أن يحقق نسبة تفوق 94% تعمين كوادر شابة قادرة على تحمل المسؤولية في مختلف المجالات، في مختلف القطاعات في البنك، سواء القطاعات التكنولوجية، قطاع الخدمات، قطاع الموارد البشرية. في كل المجالات أصبح الشاب العماني اليوم شاب قادر على أن يعطي وقادر على أن يطور. الحمد لله ما أنجزه البنك في خلال الفترة الماضية إنجاز كبير، ولكن يجب أن نتطلع إلى أن ننجز أكبر، إلى أن ننمو أكبر، إلى أن نقدم ونعطي أكثر. يجب أن لا نتوقف عن إنجازاتنا، الابتكار، الخدمات، الإبداع شيء واجب بالنسبة لنا إحنا كلنا كإدارة تنفيذية، كزملاء موظفين. يجب أن نفوق التوقعات في تقديم ما هو أفضل خدمة لزبائننا، خدمة لعملائنا، خدمة للمجتمع اللي نحن فيه.